عليكم ورحمة الله وبركاته. مهاجم الزمالك: تم إبلاغي بخروجي من حسابات الفريق بناء على وجهة نظر أوسوريو. خرج أدهم الخواجة مهاجم نادي الزمالك مواليد عام 2001 أنه تم إبلاغه بخروجه من حسابات الفريق الأول خلال الفترات القادمة، كاشفا أن القرار بناء على وجهة نظر فنية من المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، وتابع أنه حاليا يبحث موقفه ومصيره الموسم المقبل في ظل تواجد عروض له يقوم بدراستها بشكل جيد، مؤكدا أن لديه عرض من أحد أندية الدوري المصري، عرض إماراتي آخر في نادي رويال الإماراتي، وسوف يختار الأنسب له. يذكر أن أدهم الخواجة هو نجل محمود الخواجة نجم الزمالك السابق وأحد رموز فريق الكرة عبر تاريخه.